عمل كسته او صالح قف بني ادم انه له شيء تاثير بو كريبا كذلك ولا ليال تاثير تصون كله يحي وا مخي ولعلكم تتقون بشار رمضان ضد المؤمنين حتى الهي كبقا وتقوض اي زياديان وعمل كصالح اي زياديان وبشار رمضان حبنه هوي جوارح دودا سيدي اول باي حمانته او الى لينيين اي بشار رمضان الهي وكبقا وبقدنت الله اي سي زياديان اي حمانته اسك دوران صونك وحي كدحلي دونان تقوض بك دحلي دونان صونك مخان كسومنahay صونك وحان كسومنahay بشار رمضان وحا ويان مالين كيغا وحي الهي نو حلاليه بان كسومناي بيه يا بادكي يا زوجتا دي حلاشه هيدا مهركو كو خري ايا لغو ليهي مالينتي ها او دوانه كسوما قفكه بشار رمضان با ليدي امرك الهي جل وعلا قاطا وام حي امركاسي اما مؤمن كو وخي محرمات الهي كا حرمي نولش او دم نولش كلو دم با لرب قفكه مؤمن كو كسوما لكن بشار رمضان وام حي مالينكيغا وخا لغو ليهي بيها عبن عنتدي حلاشه هيدا عنن حاسكاغي حلاشه هيدا هلا غمو با لغايدو ها او دوان هذه مركة أمرك إلهي جل وعلا وقفك قاتو وبشر رمضان إلى اليوم وحى إلهي كو أرزاق يا وبشر رمضان كدح لي دونا إن كل يتوكل بلودك له أما نقول شيء أنت كهدينا وحى وصون كرات كل ريبة يا مركة وحنا التقوى سد الصلاة دوانك كسو هذا اللي أي قفك حمانتي منكر كوقدح ريبة يسو وحشكنا سبب النقطة يقف قدام بيجي سئن لقدا فو سلة الرحم كنا وسبب النقطة يقف كأرزاق ده إن الله واسع يوم عمرك أن الله بركة يوم هذا قفك بشار رمضان مالين كيغنا وكده ده على مارك تاني سيام النهار هذا كده ده له وحيابها مباحات كي لحي كوب بناني يي اي كمتها عندو اي كمتها اعبكو اي كمتها زوجة ده حلاش عداد كرنا ورصوناتو كجوك ستو وحي لحي كوكو ارزاق يا مركا بعد الصيام بعد هذا الشهر المبارك وحي لحي كوفر يا وحي كلام محرمات الى حي كحرمي ودن ان اتكرنا راتا الى حي كوكو الها من ايام وتقود تقود با لغا دخل صوم لغا يا بدد بدن المسلمين بشهر رمضان ان حبنه وحمانته كا الى ليا او حنت عربك كا الى ليا او ايشود داي مشد خن كا الى ليا او لغوغا اسكا الى ليا او فعل كحون اسكا الى ليا لكن رمضان مركو بحان وحا لغا يابا انين ما رغتان سيده بشهر رمضان اسكو الى لينين اي هديتو اسكو الى لينين علامة القبول وحا علماء الولادين علامة قبول الحسنة الحسنة بعد الحسنة والإمام ابن قيم رحمه الله خير كهوريت سميس إلا غا أقبل وحا لغو قرتا خير كلو كوين بي لحي مركات خير كبحض وكفرا سواء كوحا لغا دحلا نلوشين إنو كره بيس بدل فتربية وحا لغا سوما ين بادية بيكالية ما هنا هذا القرحن بالربا إلا غا سوما مرخاتيك بانتي أددكو أي فرايان إلا غا سوما للربا لغوغا ان لغا سوما للربا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه نكا انا كتغين بو نبي غوري هذا الكحن اما لا يعني عيد يا كفتنك يا حنتا يا ماركتان يا مرخات بين لها قفك انا كتغين يا عمل كشرعي انكري قفك انا كتغين الى هاي دنك ما لبو نبي غوري انه هراد يا قاجو قفك اسكو دلو سداد بيها اوغا سونتيد بادكا اوغا سونتي aya la rabaa ishaad weyn ee xumaanta ka soonto oo dhagtaadu laqwiga ka soonto oo maaragtaani calooshaadu xaraanta ka soonto oo gacantaadu xaraanta ka soonto oo lugtaadu meesha xun ay maraysa ka soonto oo waqtigaagu meesha xun uu ku baxayo inaad ka soonto laga rabaa fa fursad bishan waa bil barakeysan wasir soonku wasir ilaahay adoonka ka dhaxeeya tabalkiisana ilaahay way noo qariyay halka acmaashka leh saalihaadka sawaabkooga leeyno sheegay salaada oo kale man salla albardayn dakhala aljanna rasuulku qofka lawada qabawtu kala jannadu galay hajj almabrur laysa lahu jaza illa aljanna nabiga hajjiga hajjiye hajjiisa ku soo baare falay abal gud kala malabu nabiga illa janna illa siyo mooyaan man qara 10 ayatin surata alikhlas hatta yaqtimaha banallahu lahu qasran fil janna toban jeer ninka akhriya suurada ikhlaas ka buu nabigu yiri qasri ba ilaahay jannada uga dhisa man salla lillahi thintay rak'ata thintay 10 rak'ata tatawwan ghayra alfarida bana allahu lahu baytan fil janna labi tabaraka aw sunna qofka maalinki tukada ilaahay aqalbu jannada uga dhisa labada subax ka horaysa iyo afar duhur ka horaysa
iyo laba duhur ka dambaysa iyo labada maqrib ka dambaysa iyo labada cishaayga ka dambaysa buu rasuulku yiri 12 rakacay sunnah qofka maalintii tukada ilaahay aqalbu jannada uga dhisa man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna nika masajid ilaahay dirti u dhisay isaga ilaahay aqalbu jannada uga dhisa ana wa kafilul yatiimi ka hatayn fil janna ilma agoona ninka soo qaatay ee kafaala qaaday tarbiyadii tarbiyadiisa wanaajiyayna aniga iyo ninkaasi jannada sadaasan isku nahay rasuulku yiri man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna subhanallahi wa bihamdihi qofka mar yiraada geeti mara jannada looga beera masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila al janna qofka dariiq umrabu nabigu inu ilmi diineed soo barto dariiqi jannada ilaahay u dhib yareeya acmaasha kale oo dhan sawaabkooga waa la noo sheegay janna 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 la yiri laakiin soonka markay noqotay ilaahay baa la fa innahu li wa ana ajzi bihi soonka aniga iska leh anigaana adoonka ka abaalmarinaya baa ilaahay soonka abaalgiisa lama sheegin oo la qariyay nin madaxweynaha ayaa shaqaalihii waddanka raggii u soo shaqeeyay sanadkaas uu rabaa inuu siiyo jawaais ولاي شقوا الشغف في عنايين قرك وحق قبتين رقاسي أبا المرين بلسين أيان الله يالي كنت أنم بالله يالي كسوقات وي مادين وما دورنا نوي داون إسا إذا عدي بجوكتا تي في قبا جوكا والله دوبا يا مركاسا ميد والبلسي أبا وين بلسي ميد قاري بلسي ميد دول بلسي ميد لعق بلسي ميد مشاريع بلسي ميد رقي كميد أبو مدحوينه مركو نكي هذا القاديب ويري كان ميا هبل هبل صباحين ها hebel hebel isaga halkan lagu siinmayo waxa la siinayeen si gaar ah loo siinay warad halka soo fadhiisay buu keydi ka waraba ninkaas waxa ragal la siiyay soo wax ka weyn la siinmayo hadhow tola ninka marka magaalada lagu arko ka waran sida loo ixtiraami doona waxa la wada doona ninkani waa nin khaas ah waa raga madax weynaha wadanka ugu dhow dhow buu kamid yahay walillahi almathalu alaa salaada markii la ino sheegay leeyahay janna lagu helaya miskiin ninkii dhisay aqal ba jannada looga dhisaya leeyahay ee cilmigii la sheegay janna lagu heli la yiri ee quraanka janna lagu heli la yiri ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay as-sawm li wa ana ajzi bihi soonka aniga iska leh anigaana adoonka ka abaal marin bay ilaahay yiri hallo qariyo soonka abaalkiis laano wa sir wa ibada sirriya ilaahay adiga un baasiguna soomanta laakiin salaadina tukanayso dadko dhan baa u jeeda quraan aadna akhriyayso dadko dhan baa ku arkaya xashka ina tagtay waa lagu arkaya masjidka hebel baa dhisay baa la leeyahay hebel waa talib cilmi baa la leeyahay hebel agoontu fiican yahay baa la leeyahay hebel waa saaxibu salaad baa la leeyahay hebel waxa jiyay baa xashka ina tagtay waa lagu arkaya laakiin inaad soomanta haysan ilaahay ma yeeyay lagu arkayso wasir baynaka wa bayna allah madamu sir yahay soonku adiga ilaahay niga dhaxeeyana abaalkiisa iyo thawaabkiisuna waa sir maalin buu adoonku farxi doonaa buu rasuulku yidhi yowmal qiyaama markuu ilaahay la kulmo laqiya bi sawmihi farxa bi sawmihi buu rasuulku yidhi markuu adoonku ilaahay la kulmo maalinka qiyaamaha soonkiisi buu ku farxi doonaa abaalkiisa markii la tusu farxi doonaa fabishari wa bil adu barakaysan weeyaan wabil qabuliyad baa ula socota ummada nabi maxamed habeen ka soo bishaar rabaan kamida waxuu nabigu noo sheegay in ilaahay uu leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo inna lillahi utaqaa min an-nar fi kulli layla wadalika fi kulli layla buu nabigu habeen kasti waxa ilaahay u ahaatay adoomo uu naarta ka xoreeynaayo wabishii naxariista dad badan baad arkaysaa 12 ka bilood masaajida aan soo galin oo bisha ilaahay miskiidka soo galiyo ma dhacdo waa dhacdo dad badan bishaar Ramadaan bay kala wareegayaan kala wareeg noloshiisu dhan bay ilaahay kala wareejin waxa laga yaabaa awl inuu macaasi iyo qaflad ku jiray laakiin bishaar Ramadaan qaabilkay soo qaabishay ee isaguna uu soo qaabilay ayaa ilaahay tabaaraka wa taala uu soo noqday adoonkiisi marka baa ilaahay u furaya albaabada raxmada ilaahay u furaya albaabada acmaasha loo furaya salaadii buu xafidaya soonkii buu xafidaya quraankii buu xafidaya akhlaaqdiisu dhan baa ilaahay bisha ramadaan ku bedelaya wa bil adu barakaysa barakadeeda waxa kugu filan sharaf waa bisha quraanka kariimka ilaahay soo dajiyay weeyaan
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وبالهبين هبين هبين كم إذا بشهر رمضان أي إلهي القرآن كان كريم لقى الصور نقلي من لوح المحفوظ بك الصور قادة الملائكة إلى بيت العز والسماء الدوية كوية الله من بيت العز القرآن كسو دقي إلى سماء الدنيا صدح الله بعد تصنع القرآن كسو دقي سورة دوغو الرئيسنا وحيه اقرأ آية دوغو دميسنا علماء دوحي كشيغان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون آية دوغو الرئيسنا وحالك بالعبي وللتعريف إلهي بالنبي كيسي اسخو براي أولي اقرأ باسم ربك الذي خلق آية دوغو دميسنا وحي نغتي واتقوا يوما فيه ترجعون إلى الله كبا قبل ليه هاي مالين إلهي كسعب صدا ومعاصده منكر كي حمانت كم جوك صدا مالين بأي من دونت إلهي أدحكي سؤن غني دونتان ونف والبع وحي أدوية كسو قبت إلهي ورتي سلقا أبا المرين دوني إيادو آنان لظلمنا الله واحد قد بي بشر رمضان وحال دوني أدتك مسلمين تويني كبرتان إيماني تقوضي تربية عافماتك كو زيادة إيمانك كو زيادة عبادتك كو زيادة قرآنك أخرج كيسا كو زيادة وعذر كيسا بشهر رمضان سيدا قرآنك الله أخرين بلاحك الله ما أخرين كرام فابش قرآنك سيدا درادد ورولا المسلم مالين تيدنا مالين تيدنا مالين تيدنا هردها كو قابسن هبين كيغانا سوجيدين وكو دافين لات بادن بادر كيسا مسلمين مالين كانوا هردها أبين كيغانا ويسو جيدايا وفرصت إلهي نسيي حتى وحا كتا لكتب التاريخ علماء ديهوري إسلام كو بشار رمضان قاركود علمي ومدى أي برايان امتير جوجيان بأورنجرين بشان وابش قرآن كان قرآن كان أخرين ناية بعد رمضان حينو هاتو راكي كوم يتوان كبلوض ومدى علمي برايي قرآن كتفسير كيسا برايي حديث كنبي كتفسير كيسا شرح كيسا برايي فقه ومدى برايي أيا أرنجر بشان وابش عبادة دويا وابش إله اللو دواني وابش قرآن كالله آخر سنة نشاق ومالين ألقا كان لي يحويني إمام شافعي رحمه الله وحال لك الشيء قبو يري إنه لبي صدحي اللحنا جير أي قرآن كبش عربة الخطيب جريبا لي لبي اللحنا جير هبين كينا مربو خطيمة مالين كينا مربو قرآن كخطيمة هذا محان أنا محان أخري هذا سمح هذا أخري ده وقت جينا هالكوكو بحيمانت وفرصة كل دم بين هذه دون تلما قرن كرو ويكسو مرتين لكن هردين كوكو دافن مالين تيب هبين كي يكون سوجدين كوكو دافن يشاكي مالا يعني مالين كنا مساجد عمر وقرآن كآخري وذكرك بدي وعلمك علماء كبروا وحلقاتك فريسو وأمتك برارجي وزيارة حق إلهي أبوية أبين كيغنا قيام كيغي تراويح دي قرآن كيغا أكعب